بون، السلام عليكم ليكيب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكونوا كامل بخير باذن الله. كالعاده معكم اسامه من قناه تكنومان. اليوم ان شاء الله ليكيب جيتكم فيديو شباب بزاف بزاف، فيديو اللي كامل طلبتوه مني هو كيفاش تحقق ارباح عن طريق التيشيرتس ديزاين. يعني في اواخر هذه السنوات، يعني 5 سنوات الاخيره، مجال التيشيرتس ديزاين او تصميم التيشيرتات او تصميم الملابس تحصل على رواج كبير كبير جدا، يعني بشكل رهيب. عذرا، حيث انه هذا المجال اللي قلت لكم عليه اللي يسموه تيشيرت ديزاين، يعني تحصل على يعني نتائج رهيبه، يعني الناس كامل ولا تستعمل هذا المجال لانه مجال جديد، لانه مجال فيه ارباح كبيره خاصة مع الأجانب، يعني خاصة باستغلال الأجانب، يعني بشكل أفضل، يعني راح تستغلوا الأجانب باش تحققوا مبيعات جيدة. اليوم إن شاء الله راح نحاولوا أننا نفصلوا في هذا الدومين، نفصلوا في هذا المجال كيفاش نخدموا به، كيفاش نعملوا تصميم للديزاينات، وين نلقاو ديزاينات ولا تيشيرتات اللي عليها طلبات كبيرة، وكيفاش يتم البيع. الحاجة شابة في البيع، يعني أنتوما ما راح ديروا والو، راح فقط تاخذ تصميم توضعه على التيشيرت، والشركة اللي راح تعمل معها او الموقع اللي راح تعمل معها هو اللي راح يطبع التصميم، هو اللي راح يطبع التيشيرت، هو اللي راح يوصل التيشيرت، وانت تدي نسبة الارباح. هذه الحاجة شابة، يعني ما فيش تعب كبير، انت ما عليك الا انك تصنع تيشيرت وتعمل له ترويج خفيف، من بعد حتى الموقع انه راح يساعدك في الترويج، راح هو يزيد يدعم لك التيشيرت تاعك باش يجيب لك مبيعات اكبر واكبر. يعني ركزوا معايا مليح، ان شاء الله راح نبداو في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش توصلونا ال 500 لايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه مع تفعيل زر الجرس. فقط لمعلوماتكم انه هذا الفيديو طلبوه منا الكثير من افراد عائلتنا، عائله قناه تكنومان، لذا قررنا ان ما نبخلوش عليكم بهذا الفيديو ونقدموه لكم مباشره. لذا يلا نبداو على بركه الله. بون ليكيب، الموقع اللي رانا رايحين نستعملوه اليوم سموه موقع راد بابل، هو من افضل واروع المواقع في صنع التيشيرتات والديزاينات، ماشي فقط التيشيرتات، يعني كامل الديزاينات، يعني ستيكرز، تيشيرت، ليكوك تاع الايفونز، يعني عباره عن تاع الهواتف وكاع اي حاجه، اكسسواريز، يعني ديزاينات لكل شيء. افضل مجال راح نستغلوه اليوم، دوك تشوفوا بعينكم. ديجا راه داير له صوره هنايا كما راكم تشوفوا، باسكو راه تمشي بزاف الكمامات كما على بالكم مع الفيروس هذا وكاع، الناس راه تشري كمامات بزاف. هنا راح نروجوا له. بون، نكملوا. كاين موقع راد بابل، وكاين موقع واحد اخر سموه تي سبرينغ، انا ديجا شارح عليه تي سبرينغ، لكن راد بابل يبقى افضل، لان راد بابل فيه واحد الخاصيه، هي خاصيه الترويج الاوتوماتيكي. يعني هذا الموقع بعد ما توضع ديزاين ماشي اجباري انك فقط انت اللي تروج، حتى الموقع راح يروج لك المنتج ويجيب لك مبيعات عكس المواقع الاخرى. يعني لكن كاين فرق، انه هذا الموقع انت ملي راح توضع تيشيرت فيه ما راحش تنتظر النتائج من اول دقيقه ولا من اول يوم ولا من اول اسبوع ولا ربما حتى من اول شهر، لان الموقع شادير يخلي المنتج تاعك يتارشف، سواء يعني كان المنتج تاعك تيشيرت ولا كان كمامه ولا كان اي حاجه اكسسواريز، لازم له يخليه يتارشف شهر شهرين ثلاثه، بعد مده من الزمن، يمكن من اول يوم يمكن من اول شهر، راح تولي تلقى النتائج، تولي تلقى مبيعات 10 دولار 100 دولار توصل حتى الاف دولارات، يعني لازم له ياخذ وقت. لكن انت واش راح دير؟ انت راح تروج له في البدايه، راح تروج له باش تقول للموقع بلي هذا منتج يستحق انك توضعه في الصفحات الاولى، ويستحق انك تروج له مام انت باش تتحصل على مبيعات مضاعفه، يعني تضرب عصفورين بحجر واحد. ركزوا معايا برك، اول حاجه راح نديروها راح نفتحوا حساب في هذا الموقع، راح نديروا انسكريفيفو هكذا ونفتحوا الحساب تاعنا. كيفاش طريقه فتح الحساب؟ سهله بزاف ليكيب، باينه انكم راح تعملوا معلوماتكم الشخصيه، الايميل، اسم المستخدم، كلمه السر، ودير انسكري. دوك نرجع لكم. طبعا اصدقائي، حاجه واحده اخرى راح نديروها، ولا امر اخر راح نديروه، كيفاش نلقاو الديزاينز، يعني التصاميم اللي راح تجيب لنا مبيعات كبيره واللي راح الناس تعجبها. واش نديرو؟ نروحو جوجل ترندز. روحو جوجل ترندز. ما هو جوجل ترندز؟ جوجل ترندز يعطيك الامور ولا الصوالح اللي تحصلوا على عدد رهيب من المتابعات، عدد رهيب من الاهتمامات من طرف الشعب في العالم، في كل العالم. يعني الحاجه اللي الناس راهي تحوس عليها وعجبتها ودخلت لها بزاف، هذه هي الحاجه اللي راح تمشى. راح تكتب جوجل ترندز، راح تدخل هنا على جوجل ترندز هكذا، راح ندخلوا ونرجع لكم. كيما راكم تقراوا معنا هنايا، يقول لك سيرش انسايتس تو هيلب يو اندرستاند كونسيومر نيدز ان سيرتن تايمز، يقول لك بلي هذا الموقع يعاونك باش تعرف واش الكونسيومر، واش المستهلك راه محتاج، واش الحاجه اللي راح يحوس عليها بزاف. واش نديرو؟ راح تدخل الحساب تاعك هنايا في جوجل ترندز، والله ما على بالي وراني كاع هنايا، ندير لها نو ثانكس هكذا، نرجعوا هنايا، روحوا جوجل ترندز، جوجل ترندز هيا، لا
ندخلوا على الحساب تاعنا، يعني هذا راح يعاونك باش تلقى الامور اللي الناس يتحوس عليها بزاف. فقط تنزل هنايا هكذا وتشوف الامور اللي الناس يبحث عليها بزاف، كما راكم تشوفون هنايا مثلا جورج فلويد هذا اكثر من 2 مليون عملية بحث، هو راه كبير كاع. جورج فلويد شكون هذا؟ جورج فلويد ندخلوا نشوفوا شكون هذا جورج فلويد، يعني عبارة هذا عن الشخص الأسود، تقدر تدير عليه مثلا دير عليه عملية ولا دير عليه ديزاين ولا عبسة كيما هكذا، تحوس على القصة تاعو ودير عليه ديزاين وراح تتحصل على أرباح. نتمنى أن الفكرة وصلت. هذا نظن توفى، ربما عملية موت مش عارف لا طبيعية ولا لا. راح ندخلوا البحث هنا ونقراو عليه. كما راكم تشوفوا ليكيب هنا نورمالمون صرات عملية شغب ولا أثر شغب، صرا فيها انه هذا الانسان نورمالمون توفى في عملية هكذا، كش ما داروا له يعني توفى هكذا عملية قتل ولا ما على باليش. المهم انه الفكرة انه هذا الانسان راهو اصبح كيما نقولوا رمز من الرموز، يعني اللي صراو عليها ريفولوشن، يعني ناضوا على جالها مظاهرات وكاع. تقدر دير عليه مثلا in memory of George Floyd مثلا هكذا، في ذكرى مثلا وفاة جورج فلويد كيما هكذا، ودير عليها ديزاين راح تحصل على ارباح لاباس عليها. انا نعطيكم فقط فكره كيفاش تجبدوا الديزاينات المطلوبه. بون بعد ما تفتح حساب تاعك في ريد بابل، يعني دير المعلومات تاعك تاع الحساب تاعك، تجي هنا يعني عندك بارامات عمر معلوماتك امورك، تنزل هنا تلقى الناس دايره ديجا ديزاين امور، تروح هنايا ودير نوفل اوفر هكذا، نوفل اوفر يعني نوفل اوفر. شدير اجوتي اتولي برودوي رينسالي زي بارامتر اوفر، دي اجوتي اتولي برودوي هكذا، تبعوني برك. بعد ما تسجل خاوتي وتفتح الحساب تاعك، تروح هنايا تروح على اعدادات الحساب، هنا تروح على بارامتر دي كونت ولا اعدادات الحساب. شدير راح تعمل تملا معلوماتك الشخصيه، تعدل ملفاتك هنا، اسمك لقبك الكينيا، تكتب تقدم نفسك وشكون انت واش تعمل امور، يعني كل الامور الخاصه بك تعمرها هنايا. ثم تروح ايضا الى تختار صوره للغلاف الخاص بك اللي حاب ديرها، تروح ايضا تحرير معلومات الدفع، من اهم الامور انك تضيف معلومات الدفع الخاصه بحسابك. تروح برك تحرير معلومات الدفع هنايا، تبعوا معايا نرجع لكم. بعد ما تروح معلومات الدفع تعمر هنا معلوماتك، تاكد الحساب تاعك، يكتب لك رساله في الجيميل الخاص بك تاكده. بعدها تنزل هنا دير معلومات المنزل الخاصه بك والبلد، تنزل هنايا تختار طريقه الدفع، اما الدولار الاسترالي بالباي بال ولا الدولار الكندي ولا الاورو بالباي بال ولا باوند يعني ولا الدولار الامريكي واللي هو افضل واحد باي بال ولا فيرمو بونكر، يعني اذا كان عندكم كونت بونكر عادي. هنا تقدر دير بونكر ولا باي بال، انا خصني باي بال. تدرك هنايا تاكد الحساب تاعك على الباي بال وتحفظ المعلومات الشخصيه، هنا راك كملت كامل المعلومات الخاصه بك. بون بعد ما تكمل هذه واش راح دير؟ تبعوني درجه بدرجه. امر اخر ليكيب اننا راح نروح هنايا تاريفيكاسيون دي برودوي، تشوف هنايا سعر المنتجات وهامش الربح الخاص بك، يعني مثلا التيشيرت الكلاسيك سعر المنتج 20 دولار، الفائده تاعك 3.35 دولار. طبعا تقدر تزيد هامش الربح الخاص بك وطلعه، لكن انا ما ننصحش بها ليكيب. علاش؟ باسكو راح المشترين يقصوا، باسكو السعر راح يزيد. حوش الامور ولا اللي عندها هامش ربح مليح، مثلا 7 دولار 8 دولار لكل مبيع، مثلا هذا روب تابيس عندك الفائده تاعك 7 دولار، هنايا عندك الفائده تاعك من 3 حتى 8.94 دولار، يعني نتعرف هامش الربح الخاص بك. بون كيفاش ننشا انا البرودوي تاعي ولا نحط المنتج تاعي؟ تابعوني. طبعا ليكيب باش نديرو التصميم تاعنا ما علينا الا اننا نروحو هنايا المربع، ثم نروحو على اجوتي فوتر بريمير اوفر، حضرا نروحو هنا للحساب تاعك كما راكم تشوفو، نروحو اجوتي فوتر بريمير اوفر حضرا ما عرفت وين رانا، نرجعو هكذا نروحو اجوتي فوتر بريمير اوفر ونوضعو نقوم بانشاء يعني التصميم تاعنا. يعني اول حاجه لازمنا باش نحملوا تصميم لازمنا نصنعوا واحد، انا مثلا راح نصنع تصميم. طريقه صنع التصميمات تقدروا تدوا تصميمات جاهزه من مواقع مثل بيكسلز، يعني تروح موقع اسمه بيكسلز هكذا بيكسلز، راح تعطيك مجموعه من الصور مثلا فوتو دي فوتو بدون حقوق طبع ونشر، يعني هكذا نمحو هذه عذرا نمحو ميوزيك، فقط تدرك على فوتو هكذا راح تعطيك مجموعة من الصور يعني حول المجال اللي راك باغيه انت، يعني مثلا تدرك غير فوتو هنايا تكتب النوع تاع الصورة اللي راك باغيها، مثلا ميوزيك انسبيريشن اكزرسايز، مثلا نكتب انسبيريشن هكذا.
ندير انسبيريشن ندير فوتوز يخرج لي صور بدون حقوق طبع، نش نختار اي صوره ونقدر نتيليشارجيها مجانا. هذه فيما يخص الصور. تقدر تحمل صور بدون باك جراوند، ثاني تكتب في جوجل اتيبها. انا نحب التصميم باش تكون امور خاصه بك انت ولا حصريه بك انت. تدرك برك تروح للفوتوشوب، تدرك على نيو، تختار مثلا 1280x720 هكذا، وتكتب الحاجه ولا الديزاين ولا الامر اللي راك باغي ديره. مثلا انا راح نكتب مثلا stay home be safe هكذا، stay home مثلا be safe هكذا، مثلا stay home هكذا، نكبرها مثلا كيما هكذا stay home مثلا هكذا. بعدها ندير تكست واحد اخر هكذا بي سيف مثلا، بي سيف هكا مثلا. يعني نعطيكم في امثله يعني حول هذا، حول الفيروس يعني ابقى في منزلك لكي تبقى سالما هكذا مثلا. انا فقط مثال لكي ما نعرف راح يخرج مليح ولا لا، يعني هكذا ندوروها شويه وندير لها عباره عن حفظ ونخرجوا الملف تاعنا وندير له تحميل. يعني هذا ما كان، عطيتكم حاجه خفيفه يعني فقط، يعني راح نخرجه ونرجع لكم. طبعا ليكيب بعد ما ندخلوا هنايا نديروا اجوتي اتولي برودوي، ثم نختاروا المنتج تاعنا اللي هو هذا ستي هوم بي سيف. انصح حجم هو 8000 في 7000 هو اللي ننصح به. راح يبدا يتحمل، نقراو له يكمل. كما راكم تشوفوا بعد ما تحمل الصوره وتكمل يقول لك هنا دير العنوان تاع الديزاين الخاص بك، التاجز، الكلمات المفتاحيه والوصف. تقدر ديرهم بلغات اخرى، انا ننصح انك دير بالفرنسيه والانجليزيه فقط لانها من اهم اللغات. من تنزل لهنايا تلقى كيفاش راح يبانوا على التيشيرت. كما راكم تشوف معايا ليكيب يبانوا حاجه كلاس، حاجه فور بزاف. ستي هوم بي سيف، ستي هوم بي سيف، كاين اللي يبانوا فيهم ملاح، كاين اللي يبانوا ستيكرز ستي هوم بي سيف. كما راكم تشوفوا هنايا ستي هوم بي سيف في المخدات، في كلش، يعني في كل المنتجات تقريبا راح تلقى انه الديزاينز يعني يبانوا غايه. كاين اللي يبانوا فيهم غايه، كاين اللي لا، بيان سور على حسب حجم الديزاين، خاصه اذا انت راك حاب تستغل يعني التيشيرتات يعني ولا هادو يعني ولا لي ماسك. يعني من الافضل انك تستغل لي ماسك ثاني، ديرهم يكونوا بحجم مليح. تقدر اي مثال، نعطيك مثال، مثلا هذيك عارفه ما جات عليها، تقدر تدرك برك على مودي فيها هكذا. واش دير؟ تقدر تعدل الحجم، يعني تقدر تعدل الحجم ايزوم اجيستي ليماج هكذا، تقدر ديرها هكذا مثلا هكذا. تقدر تبدل الكولير، مثلا ديرها حمراء هكذا، خلفيه حمراء ولا ديرها بيضاء. يعني تقدر مثلا ترومبلاسي ليماج، تبدلها عادي ثاني ماشي مشكله. تقدر تزيد لها امور، مثلا انا صغرت الحجم هكذا ودوكا نجرب نشوفوا كيفاش راح تبان. كيفاكم تشوفوا لي كيف بدات تبان ديجا، راكم تشوفوا بدات تبان ستي هوم بي سيف. وندير حفظ ابليكي للموديفيكاسيون، كيفاكم تشوفوا دوكا كيفاش تسقمت. نفس الشيء بالنسبه لكامل هادو، يعني تقدر كامل تعدل عليهم، مثلا هادي كيما هكذا تعدل عليه كامل الامور، يعني تعدل عليهم كامل. بعد ما تعدل عليهم كامل تختار الالوان، تختار الامور، تجي هنا تكتب تايتل التاجز والديسكريبشن، يعني تكتب تايتل عنوان يكون محفز، تكتب كلمه مفتاحيه محفزه، تكتب ديسكريبشن شابه. ودوك نكملوا، دوك نكتبوا شويه ونرجع لكم. بون ليكيب كيما تشوفوا معنا، بعد ما كتبنا عنوان خفيف شويه كلمات مفتاحيه الوصف ما حبيتش ندير، بعد ما عدلت على كامل هذه الامور كيما راكم تشوفوا هنايا، حاولت نعدل عليهم كلهم. نجي هنايا في الاسفل نختار مثلا فوتوغرافي ديزاين هكذا مثلا ولا ديسان. بعدها ننزل هنايا اللي راك حاب الناس تشوف لنا الاخرى خلوها بيبليك هنايا، ثم ندير هنايا هكذا اكسبتي وندير اونجستري لوفر، ندير نو هكذا بلي ماشي تاع كبار، في صوره تاع كبار، ندير اونجستري لوفر هكذا. كما راكم تشوفوا راح يبدا يصنع لي في التيشيرت ولا الديزاين الخاص بيا. نقراو له يكمل ونرجع لكم. كما راكم تشوف معايا هنا لي كيبر يقول لي فوتر اوفر اي تي اجوتي افيك سوكسي، يعني تم اضافه المنتج الخاص بك. لكن غير واحد 15 دقيقه باش يبان في الكونت ديالي ولا في البورتفوليو تاعي باش تشوف بلي عندي منتج. طبعا راح هنا ما راحش نقراو 15 دقيقه باسكو راح نطولوا شويه، راح نكملوا مباشره في بعد ما توضع المنتج تاعك ولا بعد ما يجي المنتج تاعك كيفاش نقدر نروج لهذا المنتج. اول ترويج يكون من الموقع بنفسه، يعني يكون من عند الموقع بنفسه يعني ليكيب.
اللي هو راح يخلي لك المنتجات. ثاني طريقه هي انك تروح للصفحات الكبيره، راح نعطيكم فكره خفيفه، تروح للفيسبوك. دوك نرجع لكم كما راكم تشوفوا معنا، نزلوا هنايا ها هو المنتج تاعنا، الناس لابسه هذا المنتج كما راكم تشوفوا، ستاي هوم هنا في التليفونات في الكاسك في كلش، يعني تقريبا في كل الامور في السوايع في هذا لي ساك، يعني كنا عدلنا عليه. الان من ندركوا على المنتج، حنا من ندخلوا في الحساب تاعنا نلقاو رابط ترويجي لهذا المنتج كما البارطاج هكذا. نحب نبارطاجي المنتج تاعي في الفيسبوك ولا في اي مكان، حنا نديروا بلي رانا حابين نبارطاجو في الفيسبوك. مين عطونا ذاك الرابط نروحوا برك للفيسبوك، نروحوا هنايا مثلا نكتب دونالد ترامب، نكتب مثلا دونالد ترامب. يعني نعطيكم في مثال خفيف على طريقه الترويج. اذا عجبكم هذا الفيديو راح نقدم لكم اكثر من اربع طرق ولا خمس طرق للترويج، منها مدفوعه ومنها مجانيه، كيفاش تحصلوا على ارباح لا باس عليها. هذا فيديو درس اولي، يعني مازال الدوره راح تكمل ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو وصلت لنا اكثر من 1000 لايك، يعني نطلبوا 1000 لايك باسكو الاخر كبير بزاف. كما تشوفوا دونالد ترامب عنده 27 مليون شخص معاه في الحساب تاعو. تدخل للحساب تاع دونالد ترامب وتروح للمنشورات التواله ولا جدد، ندخلوا هكذا مثلا كما راكم تشوفوا خاوتي، اخر منشور كان عنده 9 سوايع جاب 41000، يعني كما تشوفوا. فقط نروح هنايا ندير تعليق جديد ونكتب، نكتب نيو تي شيرت، نكتب اسم التيشيرت تاعي باللغه الانجليزيه، نعمل معلومات التيشيرت تاعي ونوضع رابط التيشيرت، ندير فيه 10 صفحات 20 صفحه، نكومونتي بجروبات وراح نتحصل ان شاء الله على مبيعات باسكو طريقه فعاله. ان شاء الله الفيديو القادم اذا عجبكم هذا الفيديو نكملوا في الدوره ديال الجزء الثاني، نوريكم فيه كيما خبرتكم كيفاش تبيعوا بطرق المدفوعه والمجانيه. ان شاء الله نكون فدتكم في هذا الفيديو، كل الروابط موجوده اسفل هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.